إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن جدري الماء. طبعا الشديدة، الأمراض الشديدة التي تصيب الإنسان يمكن الوقاية منها. جدر الماء الذي يعتبر على أنها نوبة من الحكة، حكة البثور، الآن باستخدام طبعا اللقاح الجدري ممكن يتم القضاء عليه. إن أسباب الوقاية من جدر الماء لا تتجاوز مجرد تجنب الطفل احمرار المنطقة المزعجة، حيث إن الجدر الماء يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة عند الأطفال حديثي الولادة، وأيضا الرجال البالغين أو الإنسان البالغ ممكن يسبب له مضاعفات في جسمه. أيضا النساء الحوامل ممكن يؤثر عليهم تأثير كبير جدا. أيضا من الجميل يعني أو الخبر السعيد أن تم تطوير اللقاح، لقاح جدري الماء. طبعا كان مرض جدري الماء يقوم بإرسال حوالي تقريبا 11,000 شخص في الولايات المتحدة إلى المستشفى في كل سنة، والآن تم تقريبا القضاء عليه بسبب اللقاحات المتطورة الجديدة من قبل العلماء والباحثين. طبعا هذا من الأمراض الشديدة جدا، وينصح مجرد ما يتم اكتشافه يقوم الطبيب بالتدابير الأولية ضد هذا المرض. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.